أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون نتابع حديثنا حول السورة المباركة سورة الحجرات ونتكلم معكم اليوم عن هذه الآيات المباركات التي يقول الله فيها عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة
والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا، نداءات من خالق الأرض والسماوات ينادي على البشرية من أبناء آدم عليه السلام، من المؤمنين ومن غير المؤمنين، فينادي على المؤمنين فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا، وينادي على البشرية كلها فيقول: يا أيها الناس. ولو تأملنا أيها الإخوة الأحباب في هذه السورة المباركة نجد أنها تعددت فيها النداءات من قبل الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كأن الله عز وجل يقول أن هذه المبادئ العظيمة والأخلاق الكريمة التي أمرنا الله عز وجل بها في هذه السورة المباركة ليست للمؤمنين فقط ولكن لجميع الخلق. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن من ينظر في هذه الآيات المحكمات يروعه من طوت عليه واشتملت عليه من مبادئ أخلاقية عظيمة تكون أساساً لصلاح المجتمع، صلاحه النفسي وصلاحه الاجتماعي، ولا صلاح للأمة أي أمة ولا صلاح للشعوب أي شعوب إلا إذا طبقت هذه المبادئ. كما أن المؤمن لا يكون مؤمناً إلا إذا تحلى بهذه الأخلاق، فإذا تخلى عنها فإنما يتخلى عن إيمانه، وما قيمة الإيمان إن لم تزينه الأخلاق. وما أنزل الله عز وجل كتابه وما أرسل رسوله إلا من أجل مكارم الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والتوحيد أيها الإخوة الأحباب أساس هذه الأخلاق، التوحيد أساس الأخلاق، والعبادات هي مظاهر خلقية. التوحيد هي أن تعبد الله وحده لا شريك له، لا تشرك معه أحدا في عبادته صلى الله سبحانه وتعالى. فالدعاء عبادة، النذر عبادة، التوكل عبادة، الذبح عبادة، الخشية عبادة، الإنابة عبادة، كل هذه العبادات لا تنبغي إلا لله تبارك وتعالى، هو الذي خلقنا وسخر لنا ما في هذا الكون، فهو الوحيد المستحق لهذه العبادة. فإذا صرفنا أي من هذه العبادات إلى غير الله نقع في الشرك، الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار. التوحيد أساس الأخلاق، والعبادات هي مظاهر خلقية، فالله سبحانه وتعالى لم يشرع الصلاة لتكون حركات رياضية من قيام وقعود وثني ومد أبداً، إنما شرعت الصلاة لتكون أساساً للأخلاق ومدرسةً لإرساء المبادئ الأخلاقية. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهذه المساجد ما أقيمت إلا للتربية الخلقية، ولولا التربية الخلقية ما أقيمت هذه المساجد.
فالمساجد هي مدارس للأخلاق، نتعلم فيها الصدق، نتعلم فيها الصبر، نتعلم فيها النظام، نتعلم فيها النظافة، نتعلم فيها الأخوة، نتعلم فيها العزيمة، نتعلم فيها التعاون على البر والتقوى. فإذا خرج الناس إلى شوارعهم وأعمالهم يحولون ما تعلموه في المساجد إلى واقع حيا حي، فيصبح الإسلام واقعا حيا يعيش بين الناس، ويصبح المؤمن متميزا بين الناس بأخلاقه. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس إلا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمنون بالله. لم تشهد البشرية عبر تاريخها الطويل، ولقد عرفت البشرية كثيراً من الأنبياء يعدون بمئات الألوف، وكثيراً من المصلحين، وكثيراً من الفلاسفة الذين حاولوا أن يقيموا مجتمعاً مثالياً نظيفاً، ولكنهم لم يستطيعوا. الذي استطاع أن يقيم هذا المجتمع بتأييد من الله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أقام في المدينة المنورة أعظم مجتمع عرفه التاريخ. إن البشرية اليوم تبحث عن حل لمشاكلها الخلقية، سواء في بلاد الشرق أو في بلاد الغرب، حتى في بلاد الإسلام. لما تخلوا المسلمون عن مبادئ الإسلام وعن أخلاق الإسلام لجأوا إلى بلاد الشرق وبلاد الغرب، يأخذون عاداتهم وتقاليدهم، وهم يظنون أنهم أحسن تحضراً وأحسن نظاماً وأحسن تقدماً. إن البشرية اليوم تعاني من فساد خلقي لم تشهده الجاهلية الأولى، بل لم تشهده الوحوش، بل إن الوحوش تتبرؤون من أن تكون مثل هؤلاء البشر الذين يعيشون في هذه الأيام. كانت الجرائم التي ترتكب في الحروب والكوارث قديماً أن يقتل عشرات، أن يقتل مئات، الآن وفي لحظة واحدة يقتل بالملايين ولا أحد يتكلم ولا أحد يتألم. هم يغضبون لقتل كلب ولا يغضبون لقتل شعوب. يقول الشاعر: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب كامل مسألة فيها نظر. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته ومرؤته، وضده العدل، الذي استقام في دينه وعقيدته ومرؤته. إن جاءكم فاسق بنبأ، النبأ هو الخبر، فتبينوا، أي لا تأخذوا هذا الخبر منه لما عنده من الفسق، ولا تردوه لاحتمال أن يكون صادقا، فتبينوا. وفي قراءة أخرى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، وهما بمعنى متقارب. إن جاءكم فاسق بنبأ أي خبر، وفي هذه الآية كلمة خبر ليست مجرد خبر عادي، بل خبر عظيم هائل، لأن خبرا واحدا قد يقلب الدنيا رأسا على عقب. وذلك لأن الله عز وجل يقول بعد هذه الآيات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، أي أن خبراً واحداً لم نتثبت من صحته قد تقوم دول وأمم بقتال بعضها بسببه. الخبر أو الإشاعة
وسلاح الإشاعة سلاح خطير يستخدمه أعداء الإسلام قديماً وحديثاً في محاولة منهم للقضاء على الإسلام والمسلمين، ولم يفلحوا ولن يفلحوا. ففي العام الخامس الهجري في شهر شوال أقبل الشر بخيله ورجله على المدينة. أقبلت قريش في حشود تقدر بعشرة آلاف فسدوا منافذ المدينة، وقام اليهود بدورهم التاريخي المعهود بنقض عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانضموا إلى المقاومة الشركية. وقف الشرك بحشوده يحاصر المسلمين بالمدينة، واستمر الحصار شهراً كاملاً حتى رجع المشركون خائبين مهزومين، وهي ما تسمى بغزوة الأحزاب، والتي وصفها الله عز وجل وصفاً عظيماً: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله سبحانه وتعالى رد المشركين خائبين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. هذه الغزوة تسمى غزوة الأحزاب، وهي غزوة فاصلة في التاريخ الإسلامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال قولته الشهيرة: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم. لم يعد الشرك يستطيع أن يواجه الموحدين في ميدان القتال. وهنا سؤال يجب أن نتعرف على إجابته: ماذا يمكن للشرك العالمي أن يفعل حينما ينهزم عسكرياً أمام أولياء الرحمن؟ هناك سلاح خطير يمكن للشرك أن يشيره في وجه الدعوة الإسلامية، لكن هذا السلاح ليس سلاحاً عسكرياً، لأن السلاح العسكري قد انتهى دوره، سلاح مهزوم مغلوب، وذلك لأن المشرك بطبيعته جبان، والجبان لو أنك دججته بالسلاح من أعلاه إلى أدناه فهو جبان. فلم يعد الشرك يستطيع أن يواجه المسلمين، وما استطاع أن يرفع سيفاً أو عصا في وجه المسلمين، فلجأوا إلى سلاح آخر، هو سلاح الحرب بالشائعات. أخذوا يشهرون برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حدث في العام الخامس الهجري ومفتتح العام السادس ثلاثة أحداث: معارك متواصلة متلاحقة متتابعة في الحرب الشائعات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأحداث الثلاثة أخذوا يكيدون بها للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين معا. الحادث الأول هو حادث زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش ابنة عمته، وزينب كانت زوجة لزيد بن حارثة رضي الله عنه، وزيد بن حارثة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وحرم التبني لغى النبي صلى الله عليه وسلم بنوته لزيد، كان يسميه زيد بن محمد، ثم لما حرم الإسلام التبني رجع إلى اسمه القديم زيد بن حارثة. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت زوجة لزيد بعد أن طلقها زيد، أثار هذا الزواج أحاديث همز ولمز كثيرة من قبل المشركين والمنافقين، يقولون لقد تزوج محمد من حيلة ابنه زيد بعد أن طلقها، وكانوا يحرمون الزواج من زوجة الابن، لكنه ليس ابنه، وهذا كان أمر من الله عز وجل. والله عز وجل يقول: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، أمر من الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدراً مقدوراً. الحادث الثاني حدث عند عودة المسلمين
من غزوة بني المصطلق، وكانت هذه الغزوة غزوة مباركة موثقة في نتائجها، لكن المنافقين أبوا إلا أن يكدروا صفو هذا النصر. استغلوا حادثة حدثت بين أجير لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وحليف لبني الخزرج، خلاف على الماء، فاشتجر الرجلين فتضاربا، فقال الحليف: يا معشر الأنصار، وقال الأجير: يا معشر المهاجرين. فاجتمع عليهم المتسرعون من هؤلاء وهؤلاء وكادوا يقتتلون، وكادت أن تكون فتنة بين المهاجرين والأنصار. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصراخ خرج وقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ هذا مهاجري وهذا أنصاري، هذا عربي هذا أعجمي، هذا مصري هذا سوداني، ما بال دعوى الجاهلية؟ فأخبروه الخبر، فقال غاضبا: دعوها فإنها منتنة. فأدرك الفريقين فهدأ من ثورتهما صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله بن أبي أبى أن تنطفئ هذه الشرارة قبل أن تحدث الحريق الذي تمناه حتى يأتي على الأخضر واليابس. فسار حينما علم من أمر الأجير والحليف، فقال، جعل يقول لأصحابه: والله ما رأيتك اليوم مذلة، والله ما رأيتك اليوم مذلة، قد ناثرونا وكاثرونا في منازلنا وأنكروا منتنا، والله ما أعدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم جعل يلوم قومه ويعنفهم ويقول: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أنزلتموهم منازلكم وأحللتموهم بلادكم وآسيتهم بأموالكم، ثم ما رضيتم أن جعلتم أنفسكم أغراضا للمنايا فقتلتم دونهم ويتمتم أولادكم وقللتم وكثروا، لا تنفقوا على من حوله حتى ينفضوا. فأنزل الله عز وجل في سورة المنافقين قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم كانت الأحاديث الثالثة وهي حادثة الإفك، وحدثت مباشرة بعد غزوة بني المصطلق، حادثة الإفك، وهي من أخطر الشائعات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية، وقد كانت سبب في نزول سورة النور كاملة لما اتهمت أمنا المبرأة الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها، اتهمت بالزنا مع الصحابي الجليل صفوان بن معطل. ولقد كشفت هذه الشائعة شناعة الشائعات، وهي تتناول بيت النبوة وتتعرض لعرض أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، ولعبد الصديق والصديقة رضي الله عنه أجمعين. شهرا كاملا يتألم المسلمون وتتألم عائشة، حتى أنزل الله عز وجل الوحي ليضع حدا لهذه المأساة، ويضع دستورا ومنهجا يرسم للمسلمين كيف يتعاملون عبر العصور عند حلول الشائعات المغرضة. فقال سبحانه: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك قديم. عندما تأتي شائعة مغرضة، أول شيء أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم، حسن الظن بأخيك المسلم. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، عندما يأتيك خبر لابد أن تطلب الدليل على ذلك، وخصوصا إذا تعرض هذا الخبر وهذه الشائعة بعرض مسلم أو مسلمة. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، وليس أي أربعة شهداء، لابد أن يكون صالحون من أهل التقوى،
إذا جاء بثلاثة لا، يقام عليه حد القذف 80 جلدة، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الأمر الثالث، عندما تأتي الشائعة لا تتكلم بها أبدا ولا تنشرها بين الناس، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعلمنا الله تبارك وتعالى كيف نتعامل مع الشائعات، وهذا منهج للبشرية عبر العصور حتى يوم القيامة. والأمر الرابع، أن نرد هذا الأمر إلى أولي الأمر، لا ننشره بين الناس بل نرجع إلى أولي الأمر، هم الذين يستطيعون أن يوقفوا هذه الشائعة عند حدها فتموت الشائعة ولا تنتشر أبدا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من النبي بعده أما بعد. الله سبحانه وتعالى says, oh you who believe, if an evil door brings you information, verify it. The evil door here is the one who deviated from faith and good moral traits. This person is the opposite of the just person who follows his faith and behaves ethically. The information in the ayah here is any important news. We were ordered to verify its accuracy considering the source that brought the information to us. If the news was verified to be true, then we take it. If the news was verified and was false, then we reject it. Whoever spread rumors is considered an evil door in Allah's eyes. Allah subhanahu wa ta'ala considers whoever brings false news to be an evil door. The fact that the person brings bad information regardless of the intentions makes such a person an evil door. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it is enough for the person to tell unverified news to be considered a liar. The wise person knows better that not everything is to be believed at face value or to be spread and verified. Even if the rumor is true and spreading, it would cause undue harm. Then it is haram to spread it if the rumor would harm the society. When spread out, it is not allowed to talk about it and spread it. Think about the consequences of the rumor itself. We go back again to the ayah. Allah subhanahu wa ta'ala says that may harm some people out of ignorance and become regretful over what you have done. Did you ever think of the consequence of what you say? Please consider what kind of situation you could put your Muslim brother and by spreading rumors. There should be a concise method to deal with rumors. It could be summed up in 4 points. Muslims must give another Muslim to the benefit of the doubt. Allah subhanahu wa ta'ala says, when you hear it, think good of their own people. And say, if in
and true manifest. Muslims should ask for evidence about the accuracy of the information. Before believing in it, Allah subhanahu wa ta'ala said, why did they not produce four witnesses? Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارفع ذكرنا وضع عنا أوزارنا وثقل موازيننا وبيض وجوهنا وانصرنا على من عادانا وارحمنا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم كل إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كلهم ولا تكن عليهم. اللهم اعنهم ولا تعن عليهم. اللهم اهدهم ويسر الهدى اليهم. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وقم الى صلاه من يرحمكم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان سمع الله لمن حمده.